معركة تحرير مدينة تعز الثانية، سميها هكذا إن شئت، وستكون قد لامست الواقع أو أوجدت له مسمى موضوعيا لا مبالغة فيه. منذ تحرير المدينة من سيطرة الميليشيا كان المفترض أن تعاد إلى كنف الدولة مباشرة، لكن ذلك ما لم يتحقق، وتلك هي المشكلة التي كبرت واستشرت مع مرور الأيام. قسمت المدينة إلى مربعات أمنية، كل فصيل اختص بقسم منها، ثم ما لبثت أن وجدت النزاعات على العائدات والموارد. هكذا بدأت المدينة تنسحب بعيدا عن حضور الدولة ومؤسساتها الناظمة. هذا الوضع كان مغريا لأصحاب المشاريع المعادية للدولة، فانتشرت العصابات وكثرت الاغتيالات التي طالت رجالات الأمن والجيش والمواطنين، حتى فقد الناس الأمان على حياتهم، وارتفعت أصواتهم المطالبة بحضور الدولة ومؤسساتها. ظل الوضع هكذا منذ التحرير، واليوم تشهد المدينة أول تحرك يمكن وصفه بالجاد لاستعادة حضور الدولة ومؤسساتها، وهذا يعني أن اختبارا حقيقيا أمام المكونات والفصائل المسيطرة على المدينة للامتثال لحضور الدولة وتوجيهات المحافظ الرامية لإعادة الأمن والاستقرار في المدينة. الحملة الأمنية في أول تحركاتها قوبلت بمقاومة نارية من قبل أفراد وصفتهم اللجنة الأمنية بالخارجة عن القانون. أسفرت المواجهات بينهما عن مقتل المشتبه بانتمائه لتنظيم القاعدة أبو خالد الصنعاني، بالإضافة إلى جنديين من الحملة وإصابة آخرين. وبتفحص وتدقيق للوضع في تعز تدرك أن العناصر الخارجة عن القانون ليست المشكلة بحد ذاتها، بل القوى التي تقف خلفها وتعطيها الدعم والتوجيهات. هذه القوى أطراف كثيرة، بعضها قد تكون على ارتباط بمشروع الميليشيا، خصوصا تلك التي تستهدف جر تعز نحو الاحتراب الداخلي وإغراقها بالحصار. ولعل قتل موظف الصليب الأحمر حنا لحود آخر ضحايا هذا التوجه، تعرف ذلك من خلال تفحص نتائج الحادثة والمستفيد منها. في المقابل أيضا هناك عناصر خارجة عن القانون انسلخت عن الجيش والمقاومة الشعبية، وراحت تحكم في تعز بمنطق العصابات بعيدا عن الدولة ومؤسساتها أو على حساب تقويضهما. الخلاصة من كل هذا، هل ستنجح الحملة الأمنية في التعامل مع هذه المشاريع والقوى المستفيدة من غياب الدولة؟ وهل ستكون الفصائل المسيطرة في المدينة عونا للسلطة المحلية أم عائقا في طريقها؟ ذلك ما سيتكشف تباعا.